كما كتلاحظوا معايا اليوم الجمعيه كتنظم واحد المعرض ديال تزيين العرائس وفضاء ديال الالعاب، وكما كتلاحظوا معايا كاينه واحد لاسين ديال لانيماسيون، كاينين معنا بزاف ديال لي جو، كاين هنا واحد لي ستوند ديال في مجموعه ديال كاينه النقافه اللي كدير كتزين ديال العرائس وكياخذوا التصاور، كاين هنا النقاشه، كاين بزاف ديال الخدمات اللي كنديروا. بطبيعه الحال هاد الايام الاخيره ديال العشر الاواخر ديال رمضان معروفه بهاد التقاليد، هادشي تورثناه من الصغر ديالنا، يعني من الطفوله ديالنا ديما 10 ايام الاخيرة كنشوفوا هادشي في الصغر ديالنا، وحنا سعيدين اليوم ومحظوظ انني نكون من المنظمين ديال هاد المعرض هذا. بالنسبه للمعرض هو كيكون واحد الجو زوين، خصوصا لدوك الوليدات اللي اول عام اليوم كيصوموا هنايا كيجوا كياخذوا صور تذكاريه اللي كتبقى لهم، يعني حنا منا حنا وجبد. فاش كنجيو نقلبوا على التصاور ديال الارشيف كنلقاو التصاور ديالنا فاش كنا صغار وكنلاحظوا هادشي، وحنا هادشي خصنا نحيوه، لان كيف ما كتلاحظوا هاد الزمان هذا ما بقيناش كناخذوا التصاور، يعني الا جيتي لهاد الجيل هذا وقلتي ليه وريني شي تصويره ديالك فاش كنت صغيره يقول لك لا، هادشي بالموازات مع هادشي ديال هادشي ديال الهواتف والنقال، فحنا هاد المردود ديالنا خصنا نحيوه. واليوم جينا وجبنا هاد البنيته الصغيره باش حتى هي تعيش الاجواء ديال البنيتات الصغار، وحتى الا كبرات كتفكر الاجواء وكتفكر داك الشيء اللي عاشتو فاش كانت صغيره في ليله 27. والاجواء هما كيصوم الدري الصغير واخا مازال ما وصل ما لحقش الصيام ديالو، وحنا كنشجعوه باش يبقى باش تبقى ليه ديك الذكرى على اساس انه راه فاش كان صغير صام وشجعناه وجبناه ولبسناه ونقفناه. هاد العاده ديجا كانت شحال هادي، غير دابا ما حد الوقت كتطور وهاد الشيء كيتطور، وحتى النقافات كيساعدوا على هاد العاده انها تطور وتزيد للقدام، وهكا كنشجعوا الدراري الصغار حتى هما على رمضان ويزعموا انهم يصوموا. بحال هكا كيجيو عندنا البنيتات كنلبسوهم تقليدي، كنلبسوهم تقليدي بحال هكا كما كتشوفوا، تنديروا لهم التاج وكنديروا لهم هذا وكيفرحوا بهم، وكاين اللي كيصوم اليوم وكيجيبهم. انا في هذا الميدان 34 عام كما كتشوفوا، كنلبسوا الشلحه، كنلبسوا هذا داك الشيء ديال كنلبسوا الشلحه، كنلبسوا الصحراويه، كنلبسوا هادشي اللبسه الفاسيه، اللبسه الصحراويه، كنلبسوا اي نوع ديال التقليدي ديال المغرب ديالنا. اي فهاد البلاد كان في فاس، كان داك كان معروفه في فاس، معروفه في مكناس، ومعروفه في هكا في البلدان سميتو، ولكن هنا عندنا هنا في سوس ما كانتش، حنا الاولين اللي درناها في زكان. والحمد لله ودابا الله يسهل على الجميع، تبارك الله الحرايفيات كثارين. كنديروا الحنا، عندنا النقاشات، كنديروا هادشي التقليدي كما كتشوفوا. ها هو هذا العكر اللي كان زمان ديال بواتنا ديال مواتنا وحبابنا وجدودنا. هذه المرقاله ديال الكحل ديال قديمه، هذا السواك، هذه الحنا، حلنا ورق الله يحن علينا ويحن علينا ويحن على جميع المسلمين. كل عام كيجيو عندي كليان، انا كل عام كيجيو عندي، كل عام كيجيو عندي. اييه كيجيو دابا عندي الحفايد ديالهم، كانوا درت العيالات جابوا لي البنيات والبنيات كبروا وتزوجوا، دابا كيجيبوا لي الحفايد ديالهم عندي كلياني. ما بغيتش تبدا، باينه عندي في المنتهى هي.